أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدين الأفاضل أينما كنتم. مرحبا أهلا وسهلا إلى استاد أحمد بن علي هنالك في الريان ومجريات مباراة كرواتيا بلجيكا وموعد خروج واحد من عملاقي الكرة الأوروبية. إلا إذا حدثت معجزة سيخرج ثاني وصيف بطل العالم أو سيخرج ثالث الترتيب في كأس العالم فيفا 2018 في روسيا, نقصد به منتخب بلجيكا بقيادة كيفن دي بروين وكذلك لوكا مودريتش, واحد منهما سيغادر الليلة كما قلت إلا إذا حدثت معجزة وفاز منتخب بلجيكا وخسر منتخب المغرب في مباراة أمام كندا. منتخب بلجيكا اليوم في ظروف صعبة كثير سواء في غرف الملابس أو حتى في الأوساط الإعلامية والجماهيرية التي انتقدت أداء بلجيكا في الخرجتين الأولتين بما في ذلك أمام كندا عندما فازوا 1-0. يلعب تيبو كورتوا في حرس المرمى, توبي ألدرفايرلد رفقة يان فارتونغن وكاستاين ثلاثي وسط الدفاع, توما ميني في الرواق الأيمن, يعني كاراسكو في الرواق الأيسر, فيتسيل أكسيل ودندنكير في وسط الميدان, تروسار مع كيفن دي بروين ودريس ميرتينز مهاجم نادي غلاتا سراي. في الجهة المقابلة منتخب كرواتيا في سادس مشاركة له في نهائي منتخب بلجيكي, وخطيرة تسديدة, أول كرة صعبة وأول لعبة من إيفان بيريتشيتش من هنالك على الجهة اليسرى في الاستلام ثانية لمنتخب كرواتيا, خطيرة وارتباك كبير على دفاع منتخب بلجيكا. كاراسكو حاول ماري يدخل كاراسكو على عناصر المنتخب البلجيكي, خطيرة كاراسكو, دفاع بصعوبة يخرجها, كرة دريس ميرتينز لكاراسكو في القائمة الثانية يخرجها الدفاع في الركنية ليفيتش. كرواتيا من الأفضل في هذا الشوط, دي بروين ميرتينز خطيرة, ميرتينز رائع الكرة بالمليمتر لكيفن دي بروين في اتجاه ميرتينز, كرة بعيدة تماما فوق المرمى ضاعت, الجيكي والكرة بصعوبة يخرجها من هنالك كاراسكو وركلة الجزاء, كاراسكو وركلة الجزاء, وتتعقد أمور منتخب بلجيكا على تأكد من ركلة الجزاء. نعم طلب منك الانتقال, ليس هناك ركلة جزاء, نو في وضع تسلل, رانوفيتش عرضية, أي الدفاع الخطورة ما زق عليها, لوكا عرضية خطيرة يرجع لفيتسيل, لوكا يرفعها خارج الكرة بعيد, تلعب في الخلف, الكرة خطيرة لمنتخب كرواتيا, صوصة والتوزيع في القائمة الثانية, الرأسية مرت سلامات هذه الكرة من هنالك لاعب كاراسكو, هيلة منه كاراسكو, هنا موني يحاول يمر يرفع الكرة في القائمة الثانية, بعيدة كثير يا موني, بعيدة كثير, تروسار من هنالك على كيفن, خطيرة دندونكر أرضية, صعبة وخروج رائع من هنا, نطلبها ربع على الجهة اليسرى, دي بروين والتوزيع خطيرة, وليباكوفيتش يتمكن من هذه الكرة, منطفي كيفن دي بروين وكأنه مش حابب يلعب مع منتخب بلاده, ريتش من هنالك على الجهة اليسرى, صوصة التسديدة, كرة صوصة بعيدة تماما فوق مرمى تيبو كورتوا, وفاتت لاعب نادي شتوتغارت الألماني 24 سكو, هائلة الكرة في العمق لدريس ميرتينز, الفكرة مليحة ولكن الكرة بعيدة, وكاراسكو يدخل, كاراسكو والتوزيع خطيرة, والدفاع يدخل يتوغل, التوزيع الأرضية العرض مقارنة بكرواتيا خطيرة, وفي خطأ يا سيد الحكم, في خطأ, التسديدة, مرت سلامات هذه الكرة من المدافع يورانوفيتش حكم المباراة. شكرا جزيلا لك الأخضر, والشكر موصول أيضا لضيوفك المحترم. دي بروين والتغطية الدفاعية من غوارديول يخرج هدم, لا ما زالت الكرة لكيفن دي بروين, يرفع الكرة في القائمة الثانية, خطيرة لوكاكو وليفاكوفيتش يتمكن من هذه الكرة بروعة, غوارديول خطيرة, بيريتش كوفاتشيتش, التسديدة من كوفاتشيتش والصد من تيبو كورتوا, مودريتش قائم الأول, الرأسية الدفاعي دخل, هاي خطيرة التسديدة ولكن بعيدة يا سوسا, بعيدة تماما هذه الكرة فوق المرمى,
مرة لوكاكو ودي بروين ودي بروين ودي بروين اوي 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 بعيد الكرة من كيفن دي بروين يورانوفيتش يورانوفيتش عرضية وبيفايا رجع للخلف خطيرة بروسوفيتش اوي 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 بروسوفيتش خطيرة وقوية وتيبو كورتوا رائع وممتاز ينقذ مرماه من كرة جول مودريتش لوكا مازال لوكا مودريتش ومرة ثانية تيبو كورتوا بروسوفيتش هاي صعبة بروسوفيتش خطيرة لصوصة العرضية القائمة الثانية اوي 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 بطل العالم هيلة من لوكا مودريتش عرضية البحث عن كرة فوسا صوصة بعيد الكرة هذه سهلة لتيبو كورتوا يا صوصة صار بابا بابا ضاعت لوكاكو جول القائم الايسر ينقذ كرواتيا كاد كاراسكو كاد لوكاكو كاد يتأهل او يعود الى المقدمة دي بروين خرجت 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 يا دي بروين لوكاكو هل خرجت ام لا يا لوكاكو كرة فاتت ليفانكوفيتش لم يكن يانكوفيتش يلعب على الجهة اليسرى للصوصة والكرة سهلة يا خطيرة لوكا مودريتش مودريتش اي 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 مودريتش وتيبو كورتوا يتمكن من هذه الكرة اي 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 استلام رائع من مودريتش امتاز الكرة لدي بروين وبين اخطر ليفانكوفيتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه متابعين قناة جوكر سبورت معاكم مروان ياسر يقدم لكم برنامج جوكر سبورت تحت قيادة باشمهندس مجدي نصر هنتكلم عن مباريات امس الحد 27/11 وكانت مباريات جامدة جدا ومفاجأة اول ماتش عندنا كان كرواتيا وكندا فوز كرواتيا 4-1 بعد رد كندا بهدف كرواتيا ردت عليها برد تقيل جدا ودخل فيها 4 تجوان تاني ماتش عندنا هيكون اليابان وكوستاريكا كوستاريكا كسبت اليابان 1-0 مع ان اليابان طلعت المانيا من الماتش الاول وكانت مفاجأة محصلتش وكله قال اليابان هتكسب مستريحة كوستاريكا بس حصلت المفاجأة وكده ماتش المغرب ماتش المغرب وبلجيكا المغرب تكسب بلجيكا 2-0 في مفاجأة وفوز تاريخي للمغرب وحكيم تياج يبدع ولا يبالي في اللقاء والقمة كانت عندنا بقى اسبانيا والمانيا والتعادل كان حليف اسبانيا والمانيا 1-1 وان اسبانيا تتعادل مع المانيا والمانيا كانت تكسب اسبانيا عشان موقفها في الموضوع في المجموعه وهي كانت خسرانه اول ماتش ولا عندها ولا نقطه كده بقى اسبانيا هتلعب اليابان واسبانيا 4 نقط واليابان 3 نقط اليابان ما عندهاش ولا اي حل غير المكس واسبانيا لازم تكسب عشان تضمن وجودها المانيا وكوستاريكا ده المانيا نقطه وكوستاريكا 3 نقط ده بقى الماتش نار يا حبيبي نار المانيا لو كسبت تبقى 4 نقط ليها فرصه تتاهل بس مش هنقول لو المانيا تكسب تتاهل هي ليها فرصه تتاهل بس ما تتاهلش كامله بس احساسي ان المانيا هتكسب كوستاريكا ونفسي المانيا بقى عشان بشجع المانيا بقى وبعشق تيمو برنر وهنتابع المباريات واللي يكسب يكسب احنا بس عاوزين نستمتع بكرة حلوة تمام اتمنى ان تكونوا انتوا استمتعتوا بالفيديو بتاعنا ودعمونا بلايك وسبسكرايب واذا عملوا اشتراك في القناة والسلام عليكم